مشاهدي ومتابعين موقع إيمي 24، مرحبا بكم من العاصمة الإسبانية مدريد ومن ملعب برنابيو. هذا الملعب هذا اللي كتنظم فيه احتفالية سبانيش عرب فاشن اللي نظمتها الأخت سمية رفقة الأخ سعيد، وحضروا لها مجموعة من الزائرين من مختلف الدول العربية كالإمارات، السعودية، المغرب وكذلك الإسبان. غادي نخليكم مع هذه الأجواء. حقيقة هذا كان حلم عام، هذه كان حلم، كانت بداية، ولكن احنا كنشوفوها اليوم هي حقيقة، ان يكون واحد الملتقى عالمي ما بين الدول، ويكون في واحد الملتقى اللي هو ريالي، يعني نقدروا نجمعوا الموضة والغاسترونومي والسياحة والرياضة في مكان واحد. والحمد لله انتما كتشوفوا لايناغوراسيون كيفاش الحضور اللي كان من جميع البلدان من جميع الجنسيات، وكنشكروا الحضور ديال القنصل مسيو امين، كنشكروا بزاف على الدعم ديالو، مسيو صوفي ديريكتور ديال اوفيسينا توريزمو ديال ماروكوس ان مدريد، كنشكر ماركا اسبانيا على الحضور ديالهم، كنشكر ديريكتورا جينيرال لايونتامينتو دي مدريد على الدعم ديالهم،
كنشكر الامارات دوله الامارات على الحضور ديالهم والدعم ديالهم حتى هما تعيد خراش ديكوما ايفنت كنشكروا على الدعم ديالو حتى هو سعاد الزايري كونسولات كولوم بفرنسا الحضور ديالهم دعمني وعطاني طاقه باش اوتوماتيكمون غادي نبدا في لا دوزيام اديسيون سبانيش اغا فاشن ان شاء الله اللي غادي تكون في باريس أميمة عزوز مصممة من السعودية جدة ورئيسة لجنة التصميم الأرضية بغرفة جدة طبعا أنا أحب أني أشارك في أي دولة عربية أو أجنبية علشان أكون سفيرة وطني عشان أعرف العالم المرأة السعودية فين ذوقها في الملابس فين ذوقها في الاختيارات في نفس الوقت إحنا الآن في نقلة جامدة في السعودية في 2020-30 تحولت المرأة إن شاء الله إلى مرأة عاملة بصورة كبيرة جدا ولها دور في الاقتصاد في المملكة ولذلك أنا أحب أني أنا أشارك في هذا المكان وفي هذا الحدث العظيم في ريال مدريد والموقع وإسبانيا بلد أثار بلد معروفة برضو بالموضة لذلك حبيت أني أشارك وإن شاء الله الكولكشن يعجبكم شكرا نوال ميري ديزاينر في المغرب je suis heureuse de participer à cet événement Spanish Arab Fashion représenter le caftan marocain revisité qui représente notre culture marocaine notre savoir-faire et c'est un caftan qui est revisité Mohamed Soufi مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة بإسبانيا هي المشاركة ديالنا في هاد التظاهرات لأننا كندعموا دائما كل ما هو كيعرف بالثقافة المغربية الطبخ المغربي لأنه يعني من المتكونات ديال السياحة هو تدعيم هاد التظاهرات هاني البحيري فاشن ديزاينر من مصر ان شاء الله النهارده اول مره في مدريد بقدم فاشن شو تو بارتس يعني بارت للحضاره المصريه الفرعونيه مقدم اديكه يعني هي اصل الحضاره مصر والشياكه وولاد وبنات يعني وبعد كده مقدم الجزء الثاني حضاري بقى اللي هو اوريدي العصري كولكشن جراند سواريه اوت كوتور 2018 ومقدم افكار مختلفه شويه والفكره ان احنا بنعمل الفابريك بتاعنا يعني الجديد في الموضوع ان احنا ودو اور فابريك احنا بنعمل الفابريك مش بنشتري فابريك ريدي ميد وبنشتغلها فاحنا اوريدي عاملين حاجه مختلفه وكلها هاند ميد يعني دلوقتي يمكن الهاند ميد كله في العالم اصبح بينقرض احنا لسه بنحيي الهاند ميد وبنعمل كله اوت كوتور افتتاح الاحتفال اللي نظمته سبانيش عرب فاشن تختتم بجولة جماعية لملعب سانتياغو برنابيو بمدريد وشمل مجموعة من المرافق اللي كيتكون منها هذا الملعب وللإشارة فالاحتفال عرف حضور السيد عبد الله الدوغي وهو المستشار في سفارة المملكة المغربية بمدريد والمكلف بالجانب الثقافي إضافة إلى السيد أمين شدري وهو القنصل العام للمملكة المغربية بمدريد ومن جانبها أكدت السيدة سمية أكبيب أن النسخة الثانية من سبانيش أرب فاشن غادي تكون بباريس وغادي تعرف فقرات جد متميزة